كلكم. احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت الخدام الحلوين بتوع اجتماع الاسره عملوا لنا برنامج السنه دي هنسميه معا الى ايه؟ الى الابد. فكل الموضوعات اللي هناخدها هتصب في الموضوع ده، وهيبقى فيها موضوعات ليها علاقه بالاطفال والصحه النفسيه. هنشوف مثلا ازاي لو انا في بيتي طفل عنده ادمان، او حتى زوجي او زوجتي عندها ادمان، ازاي لو واحد اجريسيف، ازاي لو واحد ابيوسيف، ازاي. هنتعرض على كل دول بس من منطلق ايه؟ معا الى ايه بقى؟ الى الابد. عشان نبتدي انا احب دايما نحط فاونديشن. معا الى الابد احنا بنتكلم في اجتماع اسره، فلازم نبتدي بالزوج والزوجه، الاب والام. فاول موضوع هنتكلم عنه النهارده اسمه ايه؟ ليكن الزواج، المفروض الايه بتقول كده، ليكن الزواج مكرم والمضجع طاهر. ليكن الزواج مكرم عند كل احد والمضجع ايه؟ طاهر. الايه دي معلمنا بولس الرسول قالها في عبرانيين 13. انا عايز ابتدي معاكم النهارده، هنحط قواعد كده للفكر. احنا عايزين نعيش مع بعض للابد، فلازم نكون فاهمين ايه هو مفهوم الجواز عندنا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده في موضوعات متفرقه، نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، هنجمعهم كلهم النهارده في موضوع واحد عشان يفيد بس الثيم بتاعنا. انا عايز قبل ما نبتدي نتكلم اقول لكم حاجه خطيره قوي. كلمه الزواج مكرم احنا حطيناها في الاعلان او في الايميل اللي بعتناه، الزواج مقدس، ودي ما كانتش غلطه. لو تعرفوا كلمه مكرم اللي بولس الرسول استخدمها، الكلمه دي اتكررت في الكتاب المقدس في 3 4 مواضع كده. انا هقول لكم بس الايات فين وانتوا هتفهموا نقصوا ايه. يعني مثلا كلمه مكرم هنا جت بمعنى honored او precious في اللغه بتاعت الكتاب المقدس نفسه. بص كده في بعض المواضع اللي اتكررت فيه نفس الكلمه دي بالظبط، ولما كلمه تتكرر في الانجيل دي معناها ان الاثنين ليهم نفس الايه؟ نفس المعنى ونفس القيمه. بص معلمنا القديس مثلا بولس الرسول بيتكلم مثلا في كورنثوس الاولى 3:12 يقول ايه؟ بيقول لكن ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهب فضه حجاره كريمه. حجاره كريمه، كلمه كريمه ديت هي نفس الكلمه بتاعت ليكن الزواج ايه؟ مكرم. ما بنتش، بس الاساس في البنيان. احنا قلنا ان المسيح يسوع هو اساس البنيان، تمام؟ طب بص الايه اللي بعديها، قديس بطرس الرسول يقول ايه؟ بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب بلا دنس دم ايه؟ دم المسيح. كلمه كريم هنا هي نفس الكلمه بتاعت ليكن الزواج ايه بقى؟ ابتدت تبان؟ ثمين كريم او ثمين. دم مقدس، دم. يعني عايز يقول ان الكلمه كرامه الجواز في المفهوم المسيحي ده له قدسيه زي قدسيه دم ايه؟ دم المسيح. طب بص الايه اللي بعدها بيقول كده، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الايه؟ كلمه ثمينه هنا هي نفس كلمه ايه بقى؟ مكرم. ليكن الزواج مكرم عند كل احد. ممكن حد يقول لي القيمه تبان ازاي؟ يعني انا ما اقول الجواز مكرم عند كل احد. مكرم دي يعني الناس تبص له بنظره ايه؟ فيها نظره مقدسه. وهل هي نظره دون ولا نظره عاليه قوي؟ ايه الكرامه والمكانه الحلوه بتاعه الجواز في المفهوم المسيحي ده؟ زي باقي الاسرار ده بيحل الروح القدس ويبقى الروح القدس حالل فيه. احنا هنشوف دلوقتي يا ترى الانسان ازاي يكرم الجواز. بس قبل ما نبتدي تعال نشوف كده، يا ترى هو بولس الرسول قال الكلمه دي ليه؟ ايه رايكم؟ ليه بولس الرسول في اخر عبرانيين كده بعد ما ادى وصايا عن المحبه الاخويه واحترام الاباء الكهنه واحترام الرعاه والخضوع مش عارف ليه، راح جاي حاطط في النص؟ يعني هو في الاول قال ايه؟ المحبه الاخويه، وبعدين راح نتكلم عن الجواز، وبعدين الخضوع للمرشدين الروحيين. ليه يا ترى بولس الرسول حط النقطه دي بقوه كده؟ ليه قال يا جماعه لو سمحتوا انا عايزكم تعاملوا الجواز معامله مكرمه جدا جدا جدا؟
وبعدين قال ايه؟ ليكن الزواج مكرما ايه بقى؟ عند كل ايه؟ احد. بداية ليه هو يقول كده؟ عشان اتفضل. الزواج كومباريزون بالكنيسة؟ طبعا. رقم واحد عايز يربط العلاقة الزوجية زي ما المسيح ربطها بنفسه، ان هو ده زي علاقة المسيح بالكنيسة. بس هو الواحد ليه يطلع بكلمة زي دي في وقت زي ده؟ متهيألي ان بولس الرسول كان في الاول بيقول انا افضل، يعني انا بفضل افضل من غير زواج. برافو عليك. لكن الزواج ما هوش حاجة وحشة. في نقطتين في منتهى الخطورة خلوا بولس الرسول يقول كده. اول حاجة ان بولس الرسول بيقول ايه؟ اريد ان الجميع يصيروا ايه؟ كما انا. مش كده؟ وبعدين الناس فهمت غلط، فابتدت تطلع في الكنيسة ناس تقول يا جماعة لو هنبص على البتولية ونبص على الجواز، لا البتولية أحسن، الجواز ده درجة إيه؟ ده لسه الغنوصية. فدي النقطة الأولانية، إن بولس الرسول قال أنا نفسي الناس كلها تبقى زي بتوليين، فالناس إيه؟ حست كده إن بولس الرسول في فكره إن الجواز ده حاجة درجة تانية. فقال لا يا جماعة ليكن الزواج مكرما عند كل أحد. وكأنه عايز يقول البتولية والجواز الاتنين طريقين، هما الاتنين ليهم كرامة حلوة، بس عايزكم تخلوا الجواز مكرم عند كل أحد بما فيهم مين بقى؟ غير المتزوجين. ودي نقطة خطيرة. يعني احنا مثلا كلنا متجوزين، لما اجي اكلمكم عن الرهبنة وعن الأنبا أنطونيوس، هل انا بتكلم واقول ان الرهبنة دي حاجة وحشة قوي ده الجواز ده احسن؟ لا بالعكس، ده انا بقول الرهبان دول ملايكة، والرهبان دول يعني حاجة جميلة خالص، والرهبان دول تركوا العالم عشان يحيوا في محبة المسيح. فبولس الرسول نفسه ان زي ما انا بقول على الرهبان انها حاجة حلوة قوي مكرمة جدا في نظري، عايز كمان الرهبان والمتبتلين يكرموا ايه بقى؟ الزواج. فدي اول نقطة. طب النقطة التانية، النقطة التانية اللي قالها ميخائيل بقى، انه مش بس المتبتلين نظروا للزواج انه اقل، هم ما نظروش بس الناس فهمت كده، لا ده في ناس طلعت في الكنيسه، في قلب الكنيسه، الناس اللي دخلوا المسيحيه من اصول غنوصيه ابتدوا يقولوا ده الزواج ده حاجه ايه كمان؟ نجسه وحاجه شر وحاجه وحشه. يعني قالوا انه الافضل ان الانسان ما يتجوزش، لان اي شيء فيه تعامل مع الماده والجسد ده شيء ايه؟ شيء نجس. او حاجه ارضيه وشريره. يعني هم ربطوا كل شيء له علاقه بالجسد والارضيات ان هو شيء ايه؟ مش بس وحش، لا ده كمان شرير. طيب بص كده، كنت قاعد اقرا كتاب انا في الايام اللي فاتت، يعني مفهوم الاسره في الكنيسه الاولى، يعني بس مش كتاب مسيحي، يعني كتاب حد كاتبه عن المسيحيه. وبعدين قال انه الكنيسه في بدايه العصور الاولى بتاعتها حطت من شان الجواز، وابتدى يجيب امثله كتيره كده ويقول فيها انه اوريجينوس خاصة نفسه مش عارف مين قال ايه ومين قال ايه. طبعا جه في الاخر قال اباء الكنيسه كلهم في الاول حطوا من شان ايه؟ شان الجواز. طبعا الكلام ده كلام خطير وكلام غلط. ده فكر اباء الكنيسه بتوعنا، احنا خدنا محاضره من مرتين ثلاثه كده اسمها الاسره في فكر اباء الكنيسه. ده كانوا اباء الكنيسه بيكرموا الجواز جدا جدا جدا. بص كده، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن بعض افكار اباء الكنيسه، بس بص واحد زي القديس أثناسيوس مثلا بعت رسالة لواحد اسمه الأب أمون بيقول له يوجد طريقان للحياة، الواحد عفيف وعادي وأقصد به الزواج، والآخر ملائكي وأقصد به البتولية. فعايز يقول الطريق دوت فيه عفة، والطريق ده فيه إيه؟ فيه طهارة. إن اختار الإنسان طريق العالم وتزوج فبحق لا يلام، بل يجب أن يعامل بإيه؟ بكرامة. واحد تاني اسمه القديس جيروم قال كلمة جميلة قوي، قال بينما نحن نسمح بالزواج ونفضل البتولية، لكن لا يجب أبدا أن لا يحترم الزواج. وبعدين شبه تشبيه جميل قوي، قال هم البتولين دول عاملين زي التفاحة اللي في الشجرة، بتتقطف من الشجرة وتبقى لوحدها عشان الناس تدوقها وتدوق طعمها الجميل.
بس يا ترى التفاحة دي كان ينفع تطلع لوحدها في الهواء ولا كان لازم تطلع في شجرة كبيرة هي الأسرة؟ وبعدين راح رابط كده قال ينفع نقول إن التفاحة أهم من الشجرة اللي أنجبت التفاحة؟ فأكيد طبعاً إيه؟ بص فكرة آباء الكنيسة، يعني ما هو البتولين دول ليهم آباء وأمهات، ولولا إن أبوهم وأمهم اتجوزوا ما كانوش جم. فعايز يقول يعني إيه؟ دول بالظبط عاملين زي الشجرة اللي بتنتج ثمر لذيذ. ما ينفعش أخد الثمرة وأقول أنا مش محتاج الإيه؟ الشجرة. الاتنين في نظر الله إيه بقى؟ واحد. حلوين. طيب تعالوا ندخل بقى بطريقة عملية شوية. هو الأبونا يمكن هما كان قصدهم الوحش، يعني إن واحد يكرس نفسه للبتولية وبعدين يرجع في كلامه ويروح يتجوز. آه طبعًا. هي دي اللي وحشة ودي اللي مرفوضة. أنت عارفة دلوقتي في قوانين الرهبنة، قوانين الرهبنة إن لو واحد فكر يتجوز، فكر يتجوز حتى ما راحش خطب، لو مجرد إنه فكر يتجوز ما ينفعش يتقبل في الرهبنة. مش لأن الجواز وحش، لكن لأنه هو طالما جاء فكره فكرة الجواز لا يبقى كمل في الطريق ده. حتى يمكن سامول هيقول كده ما عرفش، بس حتى لو جينا نبص جواز ورهبنة، الزواج سر مقدس. الرهبنة مش سر، الرهبنة ايه؟ طريق. أي سامول؟ أساس الخليقة. طبعا هنشوف دلوقتي مين اللي طبعا. أي سامول؟ نعم بمقريوس لما جاله فكر ان هو يعني احسن الرهبان. برافو عليك. قال له ربنا عايز يشوف مين زي في المقام بتاعي، فبعته اسكندريه عشان يشوف اثنين ستات عايشين مع بعض، كل واحده منهم سلايف بيحبوا بعض، ستين متجوزين وعايشين مع بعض وعندهم عيال، في نظر الله وصلوا لنفس مكانه مين؟ القديس مكاريس او مار. ايه رايكم في الكلام ده؟ ليكن الزواج ايه بقى؟ مكرما عند كل احد. طب ما تيجوا نتكلم عملي. انا كده اديت لكم مقدمه وقلت لكم مكرم يعني في نظر البتوليين وفي نظر غير البتوليين. مكرم زي ماريان قالت انه ده سر الله هو اللي اوجده منذ البدء، يعني الله هو اللي امر بالجواز. في البدء ذكرا وانثى ايه خلقهما، وقال الله اثمروا واكثروا واملوا ايه بقى؟ وإنه الأرض. أنا بس عايز نقعد بقى شوية كده نتكلم في حتة ليكن الزواج مكرم ونشوف مقصود بها إيه ونعملها إزاي. وفي طريقتين الحقيقة، في طريقة نقول مكرم يعني كده وغير مكرم يعني كده. أنا النهاردة هحاول أخد مكرم يعني كده وجواها ندخل طب غير مكرم يبقى شكله إيه عشان الكلام ما يبقاش نيجاتيف يعني. تمام؟ عكس المكرم. أول شيء مكرم يعني مكرم في نظر الكل، ليكن الزواج مكرم عند إيه بقى؟ عند الجميع، بما فيهم مين؟ غير المتزوجين. أنا واحد ما اتجوزتش لا ألوم ولا أحط من شأن اللي اتجوز. أنا واحد اتجوزت لا ألوم ولا أحط من شأن الإيه؟ المترهبن أو اللي اتبتر. يعني في ناس برضو تقعد تحلل كده الرهبنة وتقول لك دي ناس انتي سوشيال او ناس ليزي او ناس لا. اللي منكم يعرف الرهبانه بجد يعرف ان الرهبان دول ناس حلوين قوي قوي قوي، بس نفسهم كده ان هم يرتبطوا مع المسيح ارتباط شديد قوي، وبيطحنوا في الشغل بتاعهم، طحنوا في العباده. يعني اذا كان المتزوج مطلوب منه يجيب 30% زي ما المسيح قال 30 و60 و100، لا الراهب مفروض يجيب كام؟ 100%. ليه؟ لانه ما عندوش مسؤوليات اكتر من ان هو يرضي ربنا. تمام؟ طب ايه رايكم معنى الزواج مكرم؟ نكرمه ازاي؟ انا قلت في عين البتول زي عين المتزوج. طب يعني ايه الزواج مكرم؟ انا قلت لكم مقدس قوي 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 قوي. هناخد 5 6 نقط كده. انا لما احط الزواج حاجه ثمينه ومكرمه قوي 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 قوي، عمليا اتعامل معاها ازاي؟ او اقول ان انا فعلا الجواز بالنسبه لي شيء مقرب قوي. اول شيء لازم يكون سر في الكنيسه. طب ما تيجي قبل اول شيء دي نعرف ايه هو الجواز وبعدين نفصصه، نقول الحته دي تتكرم بكده ودي تتكرم بكده ودي تتكرم بكده ودي تتكرم بكده. مين يعرف لنا ايه هو الزواج من مفهومنا احنا؟ الزواج
هو نقول بقى نقول تاني. طب كل واحد يقول حاجه وانا هجمعه فيها. اتنين يصبحوا واحد هو سر مقدس مقدس ارتباط كنسي. انت قلتي كنسي مش كده؟ اي صم هقول اثنين بيصيروا واحد. اثنين بيصيروا واحد. راجل وست. برافو عليكي. ايه تاني؟ يشترك فيه الروح القدس. فضل حاجه واحده. بتشوفي حاجه غلط كده. فضل حاجه واحده. الله لا تفارقكم الانسان الذي جمعه الله. ايه بقى؟ لا يفارقكم. طب ما تيجي نحط كل دول. وانا بصراحه تخيلت ان انت هتقولوا كده فقلت الزواج هو اتحاد سري بين رجل وامراه عن طريق الروح القدس من خلال صلوات كنسيه يصبح فيها الاثنين واحد ويبقوا واحد الى ايه؟ كل كلمه من دول تحمل تكريم للزواج. تعالوا ناخدهم واحده واحده. اول شيء ليكن الزواج مكرم. ما تيجوا نبص على مكرم في قرار الزواج نفسه. انا كانسان راجل او ست عشان اخد قرار اتجوز لو القرار ده شيء بالنسبه لي غالي قوي 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 وثمين قوي قوي وقرار يعني مصيري هياخد مني ايه القرار ده؟ رأي ربنا. اول شيء لازم ادخل ربنا في القرار. لازم ادخل ربنا في الاختيار. وانا بختار وانا بوافق اشوف ربنا في الموضوع. عندي كده في ذهني وفي مكتبي 10 نقطة كده بقول فيهم لو في اتنين عايزين يرتبطوا ببعض لازم يحصل اتحاد في 10 نقط دول وكمباتيبلتي توازن في النقط دول. 10 نقط من ضمنهم واهم واحده فيهم ايه بقى؟ ربنا. هل ربنا موجود في حياه الانسان ده ولا لا؟ استشاره الله. قرار مش سهل. ايه رايكم الواحد لما بينزل يشتري فستان ولا بدله ولا بتاع؟ ممكن انا واحد من الناس لما كنت زمان بشتري يعني كنت انزل ادخل محل الحاجه اللي تعجبني خلاص اشتريها. في واحده صديقتنا ما جاتش النهارده لما تنزل تشتري حاجه لازم تلف الكره الارضيه كلها الاول. بس ده شيء كويس مش وحش. ايوه اللي انا اقصده ايه؟ اللي انا اقصده ايه؟ قرار. بس ده لان الواحد حاسس ان الحاجه مهمه وفيها قيمه. فاول شيء القرار لازم يتدخل فيه ربنا ولازم يبقى فيه صلاه ولازم ياخد ايه بقى؟ قرار. طالما حاجه شديده لازم ياخد وقته. مش في استعجال. الانسان اللي موضوع الجواز بالنسبه له مكرم ثمين ما يحصلش فيه ايه؟ استعجال. ايه رايكم في على جوازات اليومين دول؟ ايه رايكم؟ ممكن قوي الواحد يشوف واحده صباح الخير الصبح اتجوزنا بعد الظهر اتطلقنا ايه؟ بالليل. او ممكن تحصل جوازات عن طريق الانترنت. طبعا دي طريقه تواصل حلوه بس ما تعملش بسرعه يعني لمده ان الواحد اسبوعين على النت وينزل يشوفها ويتجوزها. بتبقى جوازه فاشله من قبل ما تبتدي. فاشله. ليكن الزواج ايه بقى؟ مكرم. فاول شيء مكرم ان هو شيء غالي قوي 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 لازم ياخد ايه؟ وقت. طب تاني شيء؟ تدقيق. تدقيق. وانا بختار وانا بوافق وانا بهتم بالجواز. يعني في ناس تهتم في الاختيار بتاعها يا ترى الشخص ده شكله حلو ولا وحش؟ ده مش غلط. يا ترى وظيفته حلوه ولا وحش؟ ده مش غلط. طبعا ما ركزتش على النقطه يعني النقطه اللي ركز عليها يكونوا بتوع ربنا او ليه طبعا طبعا لا انا عايز اقول ايه؟ طب انا لو الزواج بالنسبه لي مكرم قوي وخدت القرار الرهيب دوت انا هقول لكم كام حاجه من الحاجات اللي احنا بنقولها. في ناس تقول ايه ده اللي راجل ولا ايه ده اللي لا اللي بيقولوا ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه دول ما يعرفوش حاجه عن الزواج ايه ما يعرفوش غير الحيطه الزواج مكرم. فاول شيء وفي ناس تقول قطر الجواز يفوتني ولا ايه؟ ولا يفرمني. طبعا. وفي ناس تانية تقول يا واخد القرد معرفش. لا خلونا نرجع تاني. طب ليكن الزواج مكرم؟ قلنا في مفهومه في حتة القرار. في ناس
تحط الجواز ده هدف، وفي ناس تحطه وسيله. يعني مثلا احنا يمكن هنا في كندا مش باين قوي الموضوع ده، لكن اللي منكم مثلا يروح اوروبا يلاقي الموضوع ده منتشر قوي، حته ان واحد يتجوز واحده ياخد الجنسيه مجرد الورق والاقامه ياخد الجنسيه. وفي ناس عندها هوس. يعني اقول لكم حاجه، طب خليها في الاخر، طيب خليها في الاخر. طيب نرجع بقى لحته مفهومه. هو الجواز وسيله برضه، ما هوش هدف. ما انا ما قلتش انه هدف، ما قلتش انه هدف. اه بالظبط، هو وسيله برضه. لا انا عايز اقول هو وسيله طبعا، بس اقصد وسيله لايه؟ للخلاص. لكن وسيله للورق دي مشكله. هتضطرني كده اقول القصه اللي كنت مش عايز اقولها. بيبقى في جواز مصيري. مره دخلت في مشكله كده حلها، بس مش في هنا، يعني في بلد تانية خالص. وبعدين المشكله دي بتتلخص في ان واحد اتعرف على واحده اجنبيه اموره قوي حسب ما هو قال يعني، وكانت بتعامله كانه ذا كينج اوف ذا وورلد يعني، وجابته وعملت له اوراق واقامه وكل حاجه. وبعد ما اتجوزوا ربنا فرحهم في خلال سنه ان خلفوا طفل. اول ما طلعت من المستشفى لقاها يعني لما له شنطه هدومه حطها له على باب البيت وطلبها له البوليس. الراجل ده ما عرفوش بعد ما خلاص كانت ابتدت معاه الورق والدنيا والهيصه دي. فين بعد ما قعد يعني يقول لك يمكن اتجننت، يمكن تعبت، يمكن ما اعرفش ايه، قعد يسال. في الاخر خالص ابوها قال له ايه؟ قال له بص، هي حلم حياتها انها تخلف ولد من حد مصري. مش طبيعيه. فالجواز بالنسبه لها كان ايه؟ مصلحه. وسيله لتحقيق الهدف. هل الجواز كده مكرم؟ لا. هل احنا بنعمل حاجه شبه كده؟ لا. ممكن بس في حاجات تانية. حاجات تانية مش في الجواز. تمام. لا في الجواز كمان. هل احنا ممكن واحد مثلا يتجوز واحده لمجرد انه يعمل اوراق اقامه مثلا؟ هل ممكن واحد يتجوز واحده لمجرد ان هي مثلا اهلها غنائي مثلا؟ هل هنا الجواز مكرم؟ لا. طب اول شيء في التعريف قلنا بين اتنين. بين ايه؟ اتنين. هل ينفع الانسان يتجوز حد اكتر من اتنين؟ لا. كده الجواز ما بقاش مكرم. هل ممكن الانسان يتجوز حد مش راجل وامرأة؟ طب ايه رايكم في الراجل وراجل؟ طب استني بس اصبري، ايه رايكم ست وست؟ ايه رايكم، ودي الجديده في الدنيا اللي طالعه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ايه رايكم بين البني ادم والحيوان؟ عارفين مره كده؟ لا انا بس ده ايه رايكم بس؟ ايه رايكم؟ الانجيل بيقول لنا ليكن الزواج ايه؟ مكرم. احنا قلنا الزواج تعريفه ان هو بين راجل وايه؟ وامرأة. في الايام الاخيره اللي احنا عايشين فيها ديت، في ناس بتروح المحاكم وتطلب انها يتحط الدوج بتاعها لو هي واحده ست يعني، او حاجه تانية. وحيوانات، صدقوني انا قريت الليسته، حيوانات الواحد يقرف اصلا يربيها في بيته، وبيطلبوا ان هم ليجالي يتحطوا كزوج وزوجه ليهم. ليكن الزواج ايه؟ هل الزواج كده مكرم؟ مكرم. ده الايام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. هقول لك ليه؟ سوري يعني في اللي انا هقوله ده. في الانجيل في العهد القديم مره زمان انا كنت قاعد اقرا كده واقول ايه ربنا، يعني هو في حد هيعمل كده؟ ربنا حرم العلاقة الجسدية بين الإنسان والحيوان. أنا قلت إزاي ربنا يقول كده أصلاً؟ يعني هو في حد يجي في دماغه يعمل كده؟ حالياً دلوقتي في القرن 21 دي من ضمن الحاجات اللي الناس بتتباهى فيها. الناس بتقيم علاقة حميمة بين الإنسان وإيه؟
وفي ناس يعني في واحده ست في انجلترا مثلا راحت طلبت ان الكلب بتاعها يتكتب ان هو ده جوزها وشريك حياتها بحيث لما هي تموت يبقى عنده حق الميراث الطبيعي. يشمعوا بقى على الكلام انا طبعا نرجع تاني معلش نرجع تاني. الانجيل بيقول لنا ليكن الزواج ايه؟ طبعا احنا ما بعتنا دي انت قلت يبقى الكلام اعاده تاني وبتاع، بس هو مش اعاده، هو ده اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي، ده الجواز وتعريفه اللي احنا بنسمع عنه في العالم دلوقتي. يعني ايوه طب ما الكلاب بيعتبروهم فاميلي ممبرز وبيبقوا حد من الولاد. ما هو فاميلي ممبرز حد من الولاد، دلوقتي عايزين يرقوهم بقى ايوه ايه يجوزوه يبقى فارتنر لايف. ده حاجه بتقبل الكلام ده ابونا؟ ايه ده حاجه بتقبل الكلام ده بتعمل بيه ده حاجه؟ انا مش عارف احنا هنا في كندا بنقبل ولا لا، بس اعرف ان في اوروبا في حتت بتقبل. في حاجه ابونا زكريا بطرس قال حاجات تانية كده. ما انا بقول لك حاجه صعبه يعني. anyway ليكن الزواج مكرم بين اثنين راجل وامراه، لا راجل وراجل ولا ست وست ولا اي واحد من الاثنين وحيوان. بين اثنين ما ينفعش يكون بين لا ثلاثه ولا ايه بقى، نفسي حد يلقطها من على السلام، ولا ثلاثة ولا ايه؟ ولا واحد. لا ثلاثة ولا واحد. احيانا بعض الناس بتشبع احتياجاتها الجسدية بذاتها سواء رجالة او ستات. نجيل بيقول لنا ليكن الزواج ايه؟ مكرم. العلاقة الجسدية دي لا ينفع تكون واحد لوحده ولا ينفع تكون ثلاثة، لا لازم تكون راجل وايه؟ ولا ينفع تكون راجل وراجل ولا ست وراجل وست ولا راجل وحيوان ولا ست وحيوان. ليكن الزواج مكرما. طيب راجل وست في الكنيسة، الكنيسة يعني بكهنوت سر مقدس يصبح فيه الاثنين واحد. مرة كان في حد يعني احنا ساكنين في حتة البيت اللي في وشنا لانهم عاملين حفله كبيره قوي 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 وجايبين بنت يونانيه كده وقولوا ده صادم مبروك مبروك مش عارفين. فانا بسال في ايه، فقال لي لا البنت اليونانيه ديت جت والمفروض انها اتجوزت ابننا يعني. فبدردش معاها ايه طب اتجوزته ازاي بتاع، قالت لي هم جم حد قال لنا by the power invested me I pronounce you husband and wife. طب والحد ده مين اصلا؟ واحد من العيلة يعني. ايه ده؟ هل ينفع انه في حد غير الكاهن يوحد الاثنين من خلال الروح القدس؟ ليكن الزواج ايه؟ لا توحدوا ورقة. نعم؟ في مسيحيين كتير يعني لو اللي بيتجوزوا عن طريق الكهنة ما يجوش 5% بالنسبة للعالم كله، لكن مش معنى كده ان كل المتزوجين هم غير مقدسين ولا غير مقبولين. في ناس كتير متجوزه بس هو في اعتقادهم ان هو كده الجواز. خلينا طب احنا بنتكلم النهارده في اللي يخصنا، ليكن الزواج ايه؟ مكرم. والمضجع ايه بقى؟ احنا لسه لغايه دلوقتي في نقطه من النقط، ليكن الزواج ايه؟ انا كل ده بقول لكم بنحاول نتكلم على كلمه ايه بقى؟ مكرم. طيب الاثنين اصبحوا واحد من خلال الروح القدس من خلال الله. ليكن الزواج مكرم. الاثنين بيتجوزوا عشان يعيشوا ايه؟ الى الابد. هل ينفع واحد ياخد قرار الجواز وهو عامل في حسابه ان في اي لحظه انا ممكن ارجع في كلامي؟ ما انا عايز اسمعكم. ينفع؟ ايه رايكم لو واحد اتجوز واحده وهما بيتجوزوا عملوا زي ما بيعملوا في مصر في الشركات ومضوا بعض على استمارة ستة؟ يعني ايه؟ طب ما انا هقولك بس ندالة خيانة مش دي ينفع؟ ينفع واحد اول ما يتجوز يكتب مراته ورقة ان لو اتطلقنا مالكيش عندي اي حقوق؟ لا ما
تبقى نيته مش صح، نيته مش صح. ليكن الزواج ايه؟ ليكن الزواج ايه؟ مقرر. طيب احنا في الكنيسة بنسمح احيانا بالطلاق او الانفصال. الزواج المكرم المفروض ان هو مفهوش طلاق الا لاسباب محدودة شوية. عشان يفضل الجواز مكرم يجب ان يكون هناك ثقة بين الاثنين واحترام بين الاثنين وامانة بين الاثنين. الزواج ايه بقى؟ مكرم. احنا قلنا كده الزواج مكرم في عيون الكل، الزواج مكرم في مفهومه، ليكن الزواج مكرم في ممارسته. ممارسته يعني ايه؟ يعني الزواج لما هو حتى بيقول الزواج مكرم والمضجع طاهر، كلمة المضجع هنا يعني العلاقة الجسدية. المضجع طاهر، سرير الجواز لازم يكون ايه؟ طاهر. طاهر يعني ايه؟ كنا احنا اتكلمنا في حاجة زي كده قبل كده، وقلنا كلمة طاهر يعني خالي من العيوب او خالي من الشوائب. يا ترى في المسيحية المضجع طاهر يعني ايه؟ اول حاجة يعني نظرتي انا للعلاقة الجسدية لازم تكون نظرة ايه بقى؟ مقدسة. السؤال اللي كلنا بنسأله، ينفع يا ترى احط صورة ماما العذراء في اوضة النوم؟ ينفع احط صورة المسيح فوق السرير؟ ابسولوتلي ينفع. ليكن الزواج ايه؟ والمضجع. يعني احيانا لما اتنين بيتجوزوا اول ما يبقوا لسه متجوزين اقول لهم قبل اي شيء تقفوا تصلوا انتوا الاثنين. وبقول لناس كتير قوي قبل العلاقة الجسدية صلوا انتوا الاثنين وبعديها تصلوا. ليكن الزواج ايه؟ مكرما. هنا تيجي كلمة مقدسة بقى. طب الزواج المكرم والمقدس ينفع الانسان يكون في عز العلاقة الحميمة ديت وذهنه بيفكر في حد تاني؟ اصبحت كده خيانة. ينفع الانسان يكون في عز العلاقة الحميمة ديت وما يكونش في كيانه الكامل مع شريك حياته؟ ينفع الانسان يبقى في عز العلاقة ديت بشهوة وبطريقة فيها إسهاف؟ أسألك السؤال التاني، هل يا ترى كل العلاقات الجسدية في الجواز علاقات طاهرة؟ في حاجات كتيرة قوي 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 الكنيسة بتنظر إليها إن ده اسمه شذوذ جنسي، ما ينفعش حتى بين راجل وإيه بقى؟ ومراته. ليكن الزواج إيه؟ مكرما والمضجع ايه بقى؟ طاهر. يبقى طاهر في نظر الكل، مكرم في تعريفه وفي مفهومه، مكرم وطاهر في ايه بقى؟ في طريقة تنفيذه. ليكن الزواج مكرما والمضجع ايه؟ بلا عيب او المضجع طاهر. طيب احنا طبعا اتكلمنا يعني شوية موضوع غريب شوية، بس ارجع واقول لكم تاني، يا ترى ايه اللي يخلي الجواز مكرم والمضجع طاهر؟ ان يحصل ان الاتنين يكونوا روحيا بينموا مع بعض زي ما هما جسديا بايه؟ زي ما بيصيروا جسد واحد المفروض كمان يروحوا ايه؟ ينفع يا ترى الزواج يكون مكرم وفي زوج بيجي الكنيسة ومراته لأ؟ في زوج بيتناول ومراته لأ؟ في زوج بيصلي ومراته لأ؟ في زوج بيخدم مثلا ومراته لأ؟ في زوج بيحب ربنا ومراته لأ؟ في زوج بيقرب لربنا ومراته لأ؟ يبقى ليكن الزواج مكرم والمرجع طاهر. الذي يطهر هو مين بقى؟ هو الروح القدس. انا هكتفي النهارده بالحته دي، انا عارف ان هي تنس شويه وعارف ان هي فيها شويه ديتيلز جديده شويه، بس عارف كمان ان هي ممكن يكون فيها اسئله كتير قوي. فخلونا نقول ليكن الزواج مكرما عند كل احد والمضجع ايه؟ طاهر. حد عنده اي سؤال؟ اتفضل. ايه
هقول لك انا اباء الكنيسه قالوا ان الله من البدء ساعه ما خلق ادم وحواء كان خالقهم ليثمروا ويكثروا ويملأوا الارض، حتى انه لو ما كانوش اخطاوا كانوا اتجوزوا وخلفوا. يعني فيش الا واحد بس، واحد بس هو اللي ابتدى يفكر في حته الخطيه بتاعت ادم وحواء، وان هي دي اللي فتحت عينيهم على العلاقه الجسديه في الجواز، اللي هو كان اسمه أوريجينوس. وأوريجينوس يعني كان له كذا فكرة كده مش مظبوطة، فعشان كده حتى الكنيسة ما بتعتبروش قديس، بتعتبره علامة. لكن هل كان آدم وحواء لو ما كانوش أخطأوا هل كانوا هيثمروا ويكثروا ويملأوا الأرض؟ آه طبعا طبعا. أي تمام. طبعا طبعا. هو خلينا برضو نقول ايه، عشان دي نقطة حلوة قوي، دي نقطة جميلة قوي. الله كان بيدرج آدم في المعرفة طول الوقت، حتى ان الله ما خلقش حواء في نفس الوقت اللي خلق فيه آدم، او كانت مخلوقة في داخله طبعا، لكن ما اوجدهاش في نفس الوقت الا لما خلق جوه آدم ايه بقى الاحتياج والرغبه. لما قعد يبص الحيوانات اتنين اتنين، وانا اللي ايه وانا اللي عايش وحداني، فايه فربنا اوجد له حواء. مع الوقت كان ادم هيعرف ان الله اوجدهم مع بعض من اجل ان هم يثمروا ويكثروا ويملأوا الارض. هو اللي انا قريت له وقال ان لا دي ما كانش كده، كان العلامه أوريجينوس، لكن بقى باقي الكنيسه قالوا كده. ايوه يعني هو ربنا لما خلق ادم وحواء اكيد كان عامل لهم يعني اعضاء كمان طبعا، يعني بنفس الاعضاء اللي هي هتثمر وهتثمر بعد كده من البدايه، والا بيخلقها ليه؟ بالظبط. تمام. ما كانتش يعني سربرايز او حتى نتيجه، يعني ما كانش مثلا ان الخطيه دي هي نتيجه ان هم اخطاوا مثلا، او ان الجواز اصبح نتيجه الخطيه. لا طبعا، ده حتى الانجيل يقول من البدء ايه بقى ذكرا وانثى خلق له، وقال ايه ويصير الاسنان ايه. انا مره كنت بعمل محاضره كده بقول بسميها يعني وحدانيه الزيجه على الرغم من الاختلاف، مسميها كده بالانجليزي يعني. فبقول لهم حاجه غريبه قوي، بقول لهم انه يعني حاجات كتيره قوي قوي، الضلع ومش في الراس ومش زي ما احنا عارفين جنب القلب. بعدين قلت لهم طب هو ايه الوضع الاولاني؟ هل ان الاثنين واحد ولا ان الاثنين منفصلين؟ في الاصل في الاصل في الاصل كانوا الاثنين ايه؟ واحد، وبعدين انفصلوا، وبعدين رجعت ايه؟ حول ادم. ففي الاصل هم اصلا ايه بقى؟ واحد. عشان كده المسيح قالها في البدء. مش كده؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ هم ربنا ما خلوش اخطاء، كانوا برضه كده كده هينزلوا الارض. ما انا هقول لك حاجه برضه، هي هو الجنه دي ايه بالظبط؟ ما هو الجنه دي كانت في الارض. يعني هي الجنه كانت زي بستان كبير قوي موجود في الارض بين اربع انهار، بس كانت الارض ما فيهاش حاجه وحشه، لكن الارض او الطبيعه كلها فسدت بالخطيه. لكن هم ما كانتش في السماء كده الاول. لا ما كانتش في السماء، لكن هي كانت تعتبر مكانة عالية لأن الله كان يتواجد معاهم ويتراءى ليهم ويتكلم معاهم. بيت جميل عمله لهم وكان بيقعد معاهم، هم اللي اتكرشوا منه التمتع بوجودهم في حضرة ربنا، أو التمتع بالسلطة والسلطان على الطبيعة. تمام؟ لأن حتى الإنجيل يقول لنا إيه؟ في سفر التكوين يقول إنه آدم لما اتكرش سكن بجوار إيه؟ بجوار الجنة، وربنا قال لملاك أقف احرس بسيف من نار لحسن ادم ايه؟ طب هو هيدخل ازاي السماء لما هو في الارض؟ واخد بالك ازاي؟ تمام؟ حد عنده سؤال تاني؟ فليكن الزواج ايه بقى؟ مكرما، والمضجع بلا عيب او المضجع طاهر. ربنا يبارككم. طبعا في حاجات كتير قوي يعني انا قلتها في النص، هي مجرد عناوين
لكن اللي عايز يستفسر اكتر تبقى في برايفت توك. يعني مثلا في النص كده قلت ايه، في حاجات بتبقى تعتبر شذوذ حتى في الجواز، مش هقدر اقول ايه هي الحاجات ديت، لكن لو حد حاسس انه عايز يسال اه يسال. في حاجات بتبقى فيها ابيوز وهكذا. اتفضل مصطفى.